مرحبا بحبايبي برج الحوت، اهلا وسهلا فيكم بالمشتركين معنا، واللي مش مشتركين بتمنى انهم يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس لو هم حابين. طبعا اذا مش حابين يعني انا ما بغصبهم. فهاي القراءة راح تكون اللي هي حظ او توقعات برج الحوت. حبايبي الطيبين اللي ما في منهم، خلينا نشوف توقعاتهم بالنسبة لهاي الفترة. إذا شو مخبي لهم هذا الشهر؟ بنشوف أول شيء بشكل عام، بعدين بنحاول نفصل، وبالأخير بتكون في القراءة العاطفية بشكل مختصر. بشكل عام أنت عم بتحاول، يعني من أول الكروت مبين عم بتحاول إنك يعني تكون يعني ماسك عامل كنترول على حياتك. رح يكون في كنترول منيح على حياتك من بعد فترة كنت مشتت فيها. هذا بشكل عام. في سعادة عم تنتظرك. موضوع عدم الأمان اللي كنت حاسس فيه قبل عم تطلع منه، عم بتروح للأمان والشعور من بعد ما كنت خلاص بطلت تتأمن في حدا أو في الشريك، عم ترجع لك الثقة أو عم تستشفي من هذا الموضوع. إذا أنا شايفة أنت عامل كنترول في الفترة الجاي على كل إشي، فطاقة حلوة، مبين أنك طالع من تجربة صعبة أو يعني أوريدي أنت فيها. شوف حبيبي برج الحوت، يعني انت اوكي كتير شفت يعني غدر وخيانة خلال الفترة الماضية، مش مبين لسه عنا من اصدقاء ولا من شريك ولا من كذا. كنت في فترة من الفترات انك مقرر انك تبتعد، لكن مش قادر انك تبتعد، مش عارفة ليش. يمكن حبا في الشريك، يمكن لسبب اخر، بعد شوي حنفصل اكتر. عم بشوفك هاي الفترة الجاي عم تطلع من الانعزال، من المكان اللي كنت حاطط حالك فيه وما بدك تحاكي حدا، ما بدك خلص. شغلة واحدة كنت عم تفكر فيها طول الوقت، يعني اللي هو ما بتمل، بتضلك تفكر فيها وبتضلك تحلل وكذا وكذا، يعني شايفيتك ضايع لدرجة انه مش قادر تعمل كنترول بالفترة الماضية، لكن بالفترة الجاي رح يرجع الموضوع يتوازن معك. شايفة انه في اعادة بناء للشخصية، انت فقدت كتير او استنزفت شخصيا او عاطفيا، وعم تبذل جهد في انك ترجع زي ما كنت قبل. فعم بشوفك لا، عم تنجح وعم تطلع من هاي الطاقة كلياتها، وعم تعرف مصلحتك وعم تعرف كيف تبسط حالك، عم تطلع لقدام كتير. مبين عندي الطاقة السلبية عم تستشفي منها، الحمد لله أوراق حلوة. هلأ كلها بتبين إنه في السابق كان في أمور صعبة، لكن بالفترة الجاية مبين إنه رح يكون معك كل التولز، كل الأدوات حتى تحل هاي الأمور، عم تنجح في حل الأمور. خلينا نفصل أكتر ونشوف مثلاً في موضوع الشغل، إذا في إشي جديد عندنا في الشغل في العمل، لأنه في كتير ناس بتهمهم موضوع العمل. هل في شيء جديد بالنسبة للناس اللي بتدور على فرصة جديدة، والناس اللي عم تشتغل شو ظروفهم اللي ببين معانا بنحكي؟ يعني هو الورق هو اللي بيطلع، هو اللي بيقول لك اقراني. في الشغل نوعا ما يعني في استقرار مع شوية مشاكل روتينية اللي هي لا تذكر. بالنسبة لنا للناس اللي بيدوروا الشغل، في احتمال كبير انه يكون في عندهم شغل، واللي شايفيته اكتر من برج الحوت انه في شراكات. في كتير ناس من برج الحوت عم بيدوروا على ناس يشاركوهم او هم اوريدي في شراكات في العمل، لكن انا يعني بقول لك انه احترس او احذر من هذا الشريك اللي في العمل. ممكن ما يكون شريك اللي هو شركة بين اثنين، ممكن يكون شريكك في المكتب قريب منك.
فبقول لك انه هذا الشخص وكأنك انت عم تأمن له او من هذا النوع، فدير بالك شوي، مش انك تبعد عنه او كذا، بس دير بالك واحترس من هذا الموضوع، ما تكون متسرع، ما تطلع يعني شغلات خاصة فيك للي حواليك، لأنه بين عندي إنه في شخص قريب منك كثير في موضوع العمل عم بيضمر لك الشر، بس وكأنك أنت مش عارف، يعني أنت على نياتك أو بطيبتك انت وبشخصيتك لا مستبعد هذا الموضوع. لكن انا بقول لك اذا كان في عندك شريك، خاصة اذا كنتوا فاتحين بزنس مع بعض، شيك كتير على الحسابات وشوف الامور كيف عم بتصير، لانه في مثل نصب مثل شيء. خلينا نتأكد اذا هذا الاشي شو القصة. للناس اللي عندهم شركات او كذا، من اللي شرحت عنهم قلت عنهم الحالات، في مبين عندي اللي هو نصب من الطرف الثاني، من الشريك، شريك العمل، في نصب عم بيصير. فزي ما قلنا بس تدير بالك، او حتى تفك الشراكة مع هذا الشخص اللي مش امين على رزقك. فطبعا هاي قراءة حبايبي عامة، ما بتنطبق على الكل، بس يعني إن شاء الله الأشياء اللي منيحة تنطبق والأشياء اللي مش منيحة ما تنطبق بالنسبة للشغل. إذا كان عنا خلينا نشوف إذا في فرصة حمل، لأنه في من برج الحوت عدد كبير يعني بعت لي إذا في حمل أو لا هاي الفترة، فخلينا نشوف إذا في احتمال إن شاء الله يكون في حمل خلال هاي الفترة لبرج الحوت أو لشريكه. في بوادر كتير أمل، في ممكن احتمال كبير إنه يكون في حمل إن شاء الله، لكن مش 100%، اللي هو من 70 ل 80%، فنسبة حلوة ممكن إنه يكون في حمل وتفرحوا كتير، رح يصير في احتفال بهذا الموضوع وأكنه أول حمل ممكن يكون لعدد منكم. فورق حلو كتير، إذا في حمل اللي عم بيسألوا عن موضوع الحمل. طيب بالنسبة للناس اللي بيسألوا عن موضوع السفر، هل في احتمالية للسفر هاي الفترة لبرج الحوت؟ مش لإلكم كلكم، بس اللي عم بيسألوا عن السفر أو بهمهم السفر. شوف وكأنه في شخص رح يبعت لك تأشيرة أو رح يبعت لك اللي هو عشان زيارة شيء مثل هيك، بس عم بيكون في فرصة كبيرة للسفر، ولكن أنت رح تفكر يعني كتير، راح تعد من 1 لل100 قبل ما تعمل هاي الخطوة، لأنه مبين عندي حتى مش زيارة، اللي هي روحة يعني لمدة طويلة راح تسافر، فراح كتير تكون متردد. بالفترة الماضية كنت كتير يعني مش منفعل، كنت كتير مقبل على السفر، ولكن بالفترة الأخيرة اللي حواليك مثلا ممكن ما يكونوا شجعوك، فعم تكون مش كتير متأكد، لكن أنا شايفة في فرصة. طيب في فرصة وانت متردد، هل راح توافق ممكن في هاي الفترة انك تسافر؟ لان هالفرصة موجودة يعني الاحتمال كبير، بس هل في سفر بالاخير؟ ممكن يكون في سفر وموافقة من طرفك يا عزيزي برج الحوت، ممكن يكون في سفر، طبعا مش للكل، للناس اللي سألوني عن السفر. خلينا نشوف العلاقات العاطفية بالنسبة لحبايبي برج الحوت، نشوف العلاقة العاطفية. أول شيء خلينا نبلش بالعزاب. إذا العزاب والمطلقين والأرامل من برج الحوت، إيش مخبي لهم الورق هذا الشهر، طاقة هذا
الشهر اللي هو من 15/7 ل 15/8. للعزاب، هل في شخص جديد من برج الحوت؟ في احتمال عدد منكم، مش للكل طبعا، في احتمال انه رجوع شخص قديم لحياتكم، نسيتوا موضوعه، راح من زمان كذا، بس في بين انه بتعرفوه او كنتوا على علاقة في القديم معاه، اللي هو مش بالماضي القريب، لا من قبل، لكم فترة طويلة ما بتتواصلوا معه، فهذا في احتمال انه يرجع لحياتكم او انتوا ترجعوه لحياتكم، لانه مبين انه انت عم تبذل جهد او هيك افورت عشان هذا الشخص يرجع، او عم بتحن له. ف لكن انت مجروح، يعني منصاب، في عندك مشكلة عاطفية من قبل، لكن مع هيك عم يعني فاتح الباب وفاتح قلبك، بدك شخص جديد وليكن عشان تتشافى معه. إذا في شخص قديم مبين لبرج الحوت، هذا الشخص أنا شايفته شخص، يعني خلينا نفتح عليه. مين هذا الشخص؟ هذا الشخص يا عزيزي ممكن يكون كنت تعرفه إما في الشغل من ناحية في نطاق العمل، أو كنت تعرفه إذا كنت أصغر بعمر شوي بالجامعة أو من خلال الدراسة، إذا كنت تعرفه في هدول المجالات. إذا الواضح إنه ما مش علاقة عاطفية كنتوا فيها، لا هو شخص بتعرفه عن طريق إما دراسة أو شغل، فهو عم يرجع بصيغة تانية، عم يرجع كحبيب أو كمعجب لحياتك. إذا في فرصة كبيرة إنه يظهر هذا الشخص في حياتنا. وأنا لخبطت الورق. أوكي، فهذا بالنسبة للعزاب. خلينا نشوف المتزوجين. بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت، إيش قصتهم؟ إيش في أشياء جديدة؟ ما في أشياء؟ إيش اللي مبين بالورق بنقوله؟ ما تزعلوا مني حبايبي، أحيانا بحكي أشياء مش حلوة أو كذا، يعني بحس إنه لازم أحكي لكم لأنه الورق قدامكم، يعني حتى لو ما حكيت لكم أنتوا شايفين. بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت، مبين عندي إنه في شخص في علاقة ثلاثية، في علاقة ثلاثية، وفي آسفة بس في ممكن يكون في سحر معمول لهاي العلاقة، وهي الكرت الثاني كمان. إذا المتزوجين من برج الحوت ممكن يكونوا تعرضوا لهاي الطاقات السلبية، وهي موجودة حاليا. بتهيألي يمكن أنتوا بتعرفوا بهذا الموضوع، لأنه يعني كرتين بجنب بعض عم، وفي كمان علاقة ثلاثية، وهي العلاقة الثلاثية يعني شيء طبيعي من بعد اللي هو حسد أو سحر كان موجود. فأنا برجح إنه يكون سحر مش حسد، هو شيء أقوى يعني. إذا لبرج الحوت، فحبايبي ديروا بالكم، وإذا في عندكم شيء حسيتوا بشيء اعملوا استشفاء، اطلعوا من الطاقة اللي انتوا فيها علشان العلاقة تستمر، لأنه أنا شايفة إنه شخصين يعني بحبوا بعض ما في مشكلة، لكن في حدا عاملهم من برا العلاقة شي مش منيح، عم بيسبب مشاكل كبيرة، عم بتوصل أحيانا للطلاق.
لكن الحمد لله هذا الشهر ما في طلاق، لكن حبيت أذكر هدول اللي طلعوا قدامنا. طيب العلاقة الثلاثية هل هي طرف عادي، ولا يعني اللي هو بلوك عادي، حاجز عادي بينك شخص واقف حاجز، ولا هي علاقة ثلاثية فعلا وخيانة؟ إذا لبرج الحوت حبايبي، لا هو شخص انت على الاغلب انت بتعرفه، وهي علاقة خلينا نحكي خيانة على الاكثر، لكن مش اللي هي خيانة جسدية او كذا، لا خيانة بس اللي هو بس كله اسمه خيانة يعني. فخلينا نشوف بالنسبة للناس المرتبطين مش متزوجين ولا منفصلين على علاقة. اوكي نشوف إذا بالنسبة للمرتبطين شو وضعهم هاي الفترة، إيش طاقتهم هاي الفترة. إن شاء الله الأمور تكون تمام والأوراق تكون حلوة. مبين اللي هو كان فيه علاقة ثلاثية وانتهت، الآن مش موجودة بالنسبة للمرتبطين، وعم بيكون في شوية توازن من بعد مشاكل، عم تهدى الأمور، لكن في شخص من إما أنت أو الشريك عم بيحس بالظلم، عم بيحس بالظلم، وشايفة فيه اللي هو إما إدمان أو طاقة سلبية كبيرة إما عندك أو عند الشريك. بس أنا حاسة إنه أديكشن إشي كبير يعني مش قادر أنت تتخلص منه، أو موجود عند الشريك، وهذا اللي عم يولد شوية مشاكل أو عدم أمان بالطرف الآخر. ولكن برجع الحب يغلب، وبترجعوا يعني العلاقة مستمرة، ما في فراق، ما في الحمد لله المشاكل الكبيرة، لكن في موضوع عم يزعجك بالطرف الآخر وما عم تقدر تعمل كنترول عليه، لكن بالأخير عم تستمر العلاقة وعم تنقذوا علاقتكم مع بعض. وبالنسبة لهاي العلاقة تملك كل أدوات النجاح، يعني ممكن إنها تكفي للزواج، ممكن إنها تكمل للزواج، ولكن مع انه يعني بشرط انه كل واحد يتقبل الثاني زي ما هو، ما ننقد، لانه شايف في كلام جارح احيانا متبادل ما بين الشخصين، ما بين الشريكين، فمش حلو هذا الموضوع. فلما نيجي بدنا ننتقد او نذكر شيء معين في الشريك، يعني نختار الاسلوب اللي نحكي فيه لحتى ما نخسر الطرف الاخر او ما يفهمنا غلط او ما نخرب العلاقة، بنكون بدنا نظبطها نيجي نخربها. فخلينا نشوف للمنفصلين حبايبي من برج الحوت ايش التارو مخبي لهم هاي الفترة. بالنسبة للمنفصلين اذا الشريك شو شعوره ناحيتنا، هل بتذكرنا؟ إذا لبرج الحوت أي هو مش بس يتذكرنا، مش ناسينا أبداً، عم بشوفه بيقول لحدا من العيلة أو كذا عنك، وعم بيكون يعني كتير مشتاق، مشتاق، بس الأخ كرامته ما بتسمح له يعني، معلش. فعم بشوفه يعني اللي هو مقبل، وكأنه ما رح يتحمل البعد، لأنه يعني شوف انتبه على خطواتك لأنها مراقبة يعني، وكأنه حاطط كاميرا وعم بيراقبك كل الأمور اللي عندك عم توصل له، وهو عم بيفتش على أخبارك وعم توصل له أبدا بدون جهد منه حتى. ففي ناس عم بيوصلوها أو بطريقة معينة عم توصله،
فكتير هو حريص على انه يعرف اخبارنا، اخبار برج الحوت، وعم بيكون كتير منفعل، لكن ما بده يرجع، بده اياك انت ترجع. والقراءة ممكن تكون عكسية، عم بيكون في تبادل اخبار بين الطرفين في خلال فترة البعد. إذا مشاعره كتير حلوة ناحيتنا، ومبين إنه شخص تمام، يعني شخص كويس. خلينا نشوف إذا في رجوع ولا لا لبرج الحوت للمنفصلين. والله هلأ هاي الفترة مش مبين إنه في رجوع، ولكن ممكن انها تصير شغلات تطمننا من ناحية الحبيب. من ناحية الحبيب اذا في شغلات ممكن توصلنا تطمننا انه الحبيب ما بيحكي مع حدا. طب هل الحبيب بيحكي مع حدا بهاي الفترة ولا لا؟ خلينا نشوف هل الحبيب وفي ولا عم بيحكي مع شخص اخر. طلع عنا كمان كرت الحسد او السحر، هو سحر اكثر مش حسد. ما بعرف شو علاقته بالموضوع، انا كنت عم بسأل عن العلاقة الثالثة اذا كانت موجودة او لا. لا حبيبي ما في علاقة ثلاثية، او يعني ما عم تكون مهمة. يمكن لو كانت موجودة، لانه لو كانت مهمة او لها تأثير كان طلعت بالورق. فنطمن الشريك ما عم يحكي مع حدا، نصبر لنا شوي اذا قدرنا نصبر، بس بتهيأ لي برج الحوت ما راح يصبر. يمكن تبادر انت في تصليح العلاقة او في الرجوع، لكن مبين عندي لو صبرت شوي الطرف الثاني حيرجع. خلينا نشوف لو في نصيحة لازم تسمعها في هذا الوقت او حابب تسمعها في هذا الوقت. اذا لبرج الحوت حبايبي، بيحكي لك الكون او مثلا الملائكة انه هم معك، الكون معك، في عناية الهية، وبنشجعك لحتى انك تعمل تغيرات في الحياة. هاي تغيرات انت كتير بتحتاج انك تعمل عليها لحتى تكفي بحياتك. إذا بقول لك إنه في تغييرات لازم تغيرها في حياتك، في أخطاء، في أشخاص غلط في حياتك، في ممكن يكون معناه الكرت إنه في أدكشن معين، في شيء غلط في حياتك لازم تطلقه ولازم تحرره من طاقتك لحتى تقدر تستقبل الأشياء الحلوة. وهذا بين معانا بالورق بشكل واضح. إذا هاي قراءة مختصرة لبرج الحوت، بتمنى تكون عجبتكم، وبشوفكم حبايبي بالفيديو الجديد، وgood luck لكم كلكم.